الحمد لله ومبسوطة بالتجمع ده كله، ده يدل على فعلا المسلسل الحمد لله كان ليه صدى كبير ومسمع مع الناس من أول حلقة. أنا لقيت الناس مبسوطة وعلى السوشيال ميديا كل الناس عايزة تتفرج على الحلقة التانية، إيه اللي هيحصل والتالتة والأحداث ماشية إزاي. وسعيدة جدا بالممثلين كلهم اللي في المسلسل، وأنا كنت بصور بقية الحلقات وأنا متحمسة، وفي نفس الوقت في ضغط نفسي على الشخصية وعلى رحاب بعد ما ابنها اتخطف. ده كله كان صعب، مش سهل أبدا على أي أم إنها فجأة ما تلاقيش ابنها. فكل الحاجات دي أتمنى إنها تكون وصلت للناس يعني بشكل كويس، فما تقولش بقى إن الناس مضطهداني في السوشيال ميديا. البعض قال لا ده الحبة أنانية وخايفة زيادة عن اللزوم وجاية ضد صابر. ما هي الأم دايما لما بتبقى لسه والدة وعندها تعب وعندها إحساس بالخوف والقلق وما بتنامش كويس عشان بيبي ما بينامش كل شوية صحيها، ده بنفسه بيعمل لها تعب نفسي وضغط وما بتبقاش هي على طبيعتها. فما بالك بقى لما بتلاقي فجأة ان هي ده مش ابنها وده ممكن يبقى ابن حد تاني، لا ده ابنها اتخطف، لا ده في ناس حواليها بتتقتل وبتموت، لا ده إحساس صعب قوي قوي انه يتصدق والناس تصدقه. فده مش سهل ابدا في التمثيل. يسرى اللوزي جات نفسك على قلب المداح، ده موضوع تاني بقى. ده موضوع تاني يعني، انا عماله بتفرج وبقول ايه ده، هو انا ازاي سكت لها، هو انا ازاي ما شمرتش ايدي ودخلت خدتها من شعرها. لا بس يعني المشاهد دي فعلا حلوه واتمنى انها تكون عجبت الناس فعلا. انت بصراحه كده لو حسيتي ان حد جاي يقرب من جوزك بشكل او باخر هتتعاملي ازاي في الحقيقه بقى؟ لا